نعم، يعني لا زالت عمليات القصف المدفعي والجوي متواصلة تحديدا في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، وهي أحياء المنارة والفخاري وحي السلام وحي الشيخ ناصر. قبل قليل تم نقل 4 من الشهداء دفعة واحدة من استهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين بالقرب من محيط الجامعة الإسلامية في هذه المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة خان يونس. 4 من الشهداء من بينهم شقيقين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى عدد من الإصابات. والحديث الآن يدور عن شهيد آخر، شهيد خامس من تعرض لعمليات إطلاق نار من قبل الآليات والمروحيات الإسرائيلية التي تقوم بعمليات إطلاق نار عشوائي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. لكن حتى اللحظة هذا الشهيد لم يصل بعد إلى مجمع ناصر الطبي. التصعيد الإسرائيلي ما زال سيد الموقف في مدينة خان يونس. أصوات الانفجارات، عمليات القصف الجوي والمدفعي، وأيضا إطلاق النار الذي بدأ اليوم تركز قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى عمليات إطلاق النار، سواء كانت إطلاقات النار من قبل الآليات الإسرائيلية أو من قبل المروحيات التي أطلقت النار أكثر من مرة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدا في مناطق شرق بلدة بني سهيلة التي تتوغل فيها عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية. كذلك الحال في منطقة قيزان النجار، كانت هناك واحدة من أعنف الغارات هذا اليوم، حيث أدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا لعائلة النجار إلى استشهاد 4 من المواطنين وإصابة 20 آخرين، عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يأوي نازحين ومواطنين. يعني من بين الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي هم أطفال ونساء، وأيضا الإصابات عدد كبير منها إصابات خطيرة وحرجة. الأوضاع لا زالت متصاعدة، عمليات القصف المدفعي والجوي ما زال متواصلا في بلدة بني سهيلة، وأيضا عمليات القصف العنيف جدا من المدفعية الإسرائيلية على المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس، القرارة والسطر الشرقي، والمناطق الجنوبية الشرقية التي بدأت في الساعات الأخيرة تنشط عمليات القصف المدفعي والجوي على هذه المناطق، وهي منطقة المنارة، حي السلام، منطقة معن، منطقة الشيخ ناصر وجرة اللوت، بالإضافة إلى منطقة قزان النجار. هذه المناطق الخمس أو الست مناطق تتعرض منذ ساعات الصباح إلى أعنف الغارات، خاصة عمليات القصف المدفعي، والتي تسببت بسقوط ضحايا وشهداء وجرحى نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. الخطورة اليوم أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أو عمليات القصف الإسرائيلي بدأت تصل بصورة من مساء يوم أمس إلى مناطق وسط مدينة خان يونس، منطقة دوار أبو حميد، منطقة حارة بربخ وشراب، ومنطقة السكة وسوق الأربعاء، كراج رفع، الكتيبة، السطر الغربي والشرقي. كل هذه المربعات هي مربعات تقع في قلب المدينة، في وسط المدينة، والتي حتى اللحظة معظمها صنفت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنها مناطق آمنة. ورغم من ذلك تقوم القوات الإسرائيلية بتنفيذ طلعات جوية وعمليات قصف مدفعي منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. الأوضاع الطبية خطيرة جدا أيضا في مجمع ناصر الطبي، الذي أطلق اليوم أيضا جدد نداءات الاستغاثة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل العاجل، ويعني رفض مجمع ناصر الطبي بكل المعدات والمستلزمات والمستهلكات الطبية والعلاجات الضرورية من أجل أن يبقى هذا المجمع قادرا على تقديم رسالته الإنسانية لأكثر من 1,200,000 نازح، أيضا عدد منهم من المرضى والذين يعانون من أمراض مزمنة. الوضع الصحي أيضا يزداد خطورة في ظل تفشي العشرات من الأمراض والأوبئة. هنا على قسم الأطفال على سبيل المثال، مئات الحالات التي تصل يوميا إلى مجمع ناصر الطبي، والكوادر الطبية باتت غير قادرة على صرف العلاجات. الأطباء يقومون بتشخيص المرض لكنهم غير قادرين على إعطاء الدواء، ولأن المستشفى لا توجد به أدوية كافة، وبالتالي الأوضاع الطبية خطيرة جدا. أما إذا ما انتقلنا من مدينة خان يونس إلى أقصى الجنوب في مدينة رفح، فعمليات النسف، نسف المربعات السكنية، الحي السعودي، حي تل السلطان، منطقة البركسات، منطقة الشاكوش،
منطقة العزبة، أيضا منطقة البرازيل ويبنى ومخيم الشبورة، كل هذه المناطق تجري فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية وتقوم بنسف مربعات سكنية كبيرة جدا مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي أدى حتى اللحظة إلى استشهاد 3 من المواطنين الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي من مدينة رفح، فيما لا يزال بحسب الجهات الرسمية وخاصة الإسعافات والدفاع المدني عن وجود عشرات الشهداء والجرحى لا زالوا على الأرض في شوارع وطرقات مدينة رفح. أشكرك، شكرا جزيلا لك إبراهيم قنن مراسل الغد، كنت معنا من حد.